السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم طريقه احترافيه لاضافه الرمز او الرموز الرياضيه او التربيع والمعادلات وكل شيء رياضيه في جهازك الايفون. طبعا اذا كنت معلم او مهندس او عندك درايه في الرياضيات اكيد بتحب انك تكون عندك الرموز الرياضيات كلها في جهازك. اوكي، هذا الشيء صعب ولكن انا بعطيك حل لاضافه اي رمز رياضيات في جهازك. تقدر تسوي معادلات، تكتب المعادلات وبطريقه جدا سهل. فيلا اول شيء يا شباب، ادخل اي موقع، اكتب في جوجل الرمز الخاص بك، الرمز اللي تريد يكون موجود في جهازك الايفون. اوكي، انسخ الرمز. بعد ما تنسخ الرمز، انا نسخت الرمز من اول، هو رمز يعني نسخت الرمز تربيع حتى اوضح لك. بعد ما تنسخ الرمز الحين كل ما عليك انك تفتح الاعدادات حتى تضيف الرمز. بعد ما تفتح الاعدادات انزل تحت، اضغط على جنرال عام. بعد ما تضغط على عام هني بتحصل الكيبورد، اضغط على كيبورد. بعد ما تضغط على كيبورد اضغط على هذا الخيار، هذا. بعد ما تضغط على هذا الخيار اضغط على علامة الزائد. اوكي، الحين كل ما عليك انك تدخل في الخانة الاول تكتب الرمز. اوكي، مثل ما تشوف راح اضغط على بوست، هذا هو التربيع، كتبت التربيع، شوفوا لاحظوا تربيع رقم 3، تربيع 3. اوكي، الحين اكتب الاختصار، مثلا راح اكتب 2 2، راح اختصر الكلمة هذا او الرمز هذا. اوكي، بعد ما تختصر الرمز بهذه الطريقة اضغط على السيف. خلاص الحين، خلاص الحين المعادلة الرياضية تكتب تكتب تكتبها في اي مكان، واتساب، تسوي معادلات رياضية في تيكست، في اي مكان. شوفوا الحين مثلا دخلت واتساب، الحين لو اكتب مثلا رقم 3 والحين اضغط على 2 2. اوكي، مثل ما تشوفون الحين اللغه لازم تكتب اللغه اللي كتبتها. مثلا انا كتبت بالانجليزي، راح اكتب بالانجليزي. اوكي، مثل ما تشوفون راح اكتب 2، او اول شيء اكتب 3 بعدين اكتب التربيع. شوفوا اكتب 2 2، شوفوا راح يعطيك التربيع. الحين اضغط على الرمز اللي راح يطلع هني، اضغط عليها مباشرة راح يكتب التربيع بشكل احترافي والرمز مباشرة في جهازك. بيكون الرمز موجود مخزن في جهازك، اي وقت تكتب الاختصار وراح يعطيك الرمز. بهذه الطريقة تدخل على موقع جوجل وتبحث عن اي رمز وتضيفه بنفس الطريقة في اعدادات ثم عام ثم الكيبورد والخيار هذاك اللي شرحت لكم، بتضيف كل الرموز الرياضية وتختصر وبس يا شباب. هذا هو طريقة اضافة تربيع او اي رمز رياضيه في الايفون. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. بس مع السلامه.